مساء الخير. موسى أبو مرزوق سياسي فلسطيني، وهو أول رئيس للمكتب السياسي لحركة حماس، اليوم هو موجود في القاهرة. أهلا وسهلا بك على البي بي سي عربي وفي برنامج المشهد. انتمائك للأخوان المسلمين، لأن لم يكن هناك حركة حماس، هي منبثقة من الأخوان، كيف انتميت إلى الأخوان المسلمين؟ والله سؤال صعب، يعني بدي الحلقة ساخنة من بدايتها. تمام. لكن في الواقع يعني كنت لسه في مرحلة الثانوية العامة، في تقريبا في منتصف الثانوية العامة حصل الاحتلال الصهيوني لقطاع غزة، وبطبيعة قطاع غزة والإدارة المصرية والمناهج الثقافية وعموم الثقافة في قطاع غزة كانت قومية وناصرية، والاتجاه العروبي فيها واضح، والاتجاه الوطني الفلسطيني كان فيها بارز، وبالتالي كان توجهات معظم الشباب وأنا منهم تقريبا كلها توجهات الحدث اللي وضعه عبد الناصر في المنطقة. لكن جاءت معركة 67، فأصبح هناك في تحول في كل شيء، تحول في الفكر، تحول في الثقافة، تحول في طريقة التعامل حتى مع القضية الفلسطينية. أنت تعرفي كان توجه العربي كله هو تحرير فلسطين، وما حدثت النكسة إلا وأصبح المسألة إزالة أثار العدوان وما شابه ذلك. فهذا حدث في نقلة كبيرة حتى في عند هذا الجيل اللي عاش. يعني هذا الجيل اعتبر أن يعني القومية العربية فشلت لأنها بعيدة عن الإيمان والله وذهبت إلى الأحزاب الدينية؟ لا، لم أكن أفكر بهذه الطريقة. نعم. أولا يمكن لحداثة السن أولا، وثانيا لعدم الانفتاح على كل هذه الثقافات. لا، هو جاءت النكسة لتشكل صدمة أنه كيف يعني هل الأمل اللي كان إحنا نستعد إلى أنه نذهب إلى قرانا وإلى مدننا، وفجأة وإذا بالعدو الصهيوني يكتسح قطاع غزة تحت أعلام العراق و يعني طائرات أحمد سعيد بقيت في الإذاعة المصرية فبالتالي حينئذ أصبح هذه النقلة اللي جعلت الواحد يذهب إلى أن يبحث في التاريخ، يبحث في الواقع اللي بنعيش فيه. رغم صغر سنة فكان معظم ما تفتقت عليه القراءات هذه أن نتوجه إلى الإخوان المسلمين، خاصة في قطاع غزة، لأنه بتعرف إنه قطاع غزة هي المكان الأبرز الذي حافظ عليه الجيش المصري والإخوان المسلمين من أن يحتل من العصابات الصهيونية. دكتور موسى أبو مرزوق، هناك كتاب إسرائيلي اسمه من الإيمان بالله إلى قصة الإرهاب، هي قصة حماس وهي قصة موسى أبو مرزوق. يعني من الطبيعي أن تقولي كيف نشأت حركة حماس، كيف أعدت هيكلية، كيف صار في هيكلية قبل أن تتولى أنت رئاسة أول مكتب سياسي لحماس؟ حركة حماس نشأت نشأة طبيعية مع ولادة الانتفاضة، الانتفاضة الفلسطينية، انتفاضة الحجارة اللي هي انتفاضة المساجد. الكل يعني يقول أنه أنتم ما اشتركتوا إلا بعد أشهر من الانتفاضة الحجارة. لا، هو أول بيان خرج للحركة اللي بيعلن عن ولادة الحركة كان يوم 14، وتقريبا هي أول أيام الانتفاضة، يعني في الساعات الأولى من الانتفاضة. أما قصة الكتاب فهذه قصة أخرى، يعني لأنه لم أكن إحنا في حركة حماس، حركة مقاومة ملاحقة، سواء كان في الداخل أو الخارج، فلم يكن أحد يتكلم عن أفعاله ولا عن أعماله، لأنها في الغالب كانت أعمال نعمل قدر الجهد لأن تكون أن لا تكون في الهواء. لكن في 89 حصل في ضرب للحركة، وكانت ضربة قاسية بعد خطف 2 من الجنود الإسرائيليين وقتلهم. اتهمت الحركة بأنها وراء هذه العملية، وبالتالي بدأت الاعتقالات في قطاع غزة والضفة الغربية. كانت الحركة وراء هذه العملية؟ نعم، هو أبناء الحركة اللي خطفوا الاثنين الجنود وقتلهم. فصارت الاعتقالات، وكانت الاعتقالات الأوسع في فلسطين، ذهب المئات، لم يكن يعني تعدى الآلاف، ولم تكن الحركة يعني كان عمرها لازال في العمر الزمني من حماس
إلى هذه الاعتقالات سنتين، فبالتالي أنا راعني حجم الاعتقالات هذه وأنا في الولايات المتحدة، فقررت أنه أنزل إلى قطاع غزة على الفور، ويمكن بعد أقل من أسبوعين كنت موجود في قطاع غزة. شو عملت؟ يعني ماذا فعلت هناك؟ وتنقول أنه هذه إعادة بناء الحركة، يعني الحزبيين أو أبناء الحركة أكثرهم أصبح بالمعتقلات وكان حجم قوي، وأنت نزلت من الولايات المتحدة إلى غزة لتفعل ماذا؟ هو في نزول لم أجد أحد من يعني من الرفاق في السجون، كان معظمهم في السجون، وبالتالي بدأت بإعادة تشكيل خلايا بالجامعات، مكتب تنظيم، مكتب هذا شغل تفصيلي، لكنه البناء الأساسي للحركة تم في تلك المرحلة، بحيث لكن بشكل لم يكن مركزيا كما كان سابقا، بمعنى تم العمل العسكري انفصل عن العمل الإداري، والعمل الأمني انفصل عن العمل الإداري، وهم أبرز عمليين تأتي الضربات من خلالهم، وبالتالي فصلتهم عن العمل التنظيمي، وتم تشكيل المكتب الإداري من جديد، وتم في ذلك الوقت تشكيل كتائب القسام، والجهاز الأمني تم إعادة بنائه، وتم ربط الصلة بالضفة الغربية، وتم إعداد أيضا التواصل مع الإخوة في الضفة الغربية لتشكيل موازي خاصة في الأعمال المقاومة. كيف توليت رئاسة المكتب؟ يعني كيف صار نوع من الانتخاب؟ كيف يعني كيف حصل؟ في تلك المرحلة احنا كل هيئة إدارة الحركة وقيادتها أيضا كانت قيادة سرية لم تكن معلنة، لكن صار هناك في إبعاد، فكانت الإبعاد لجنوب لبنان، فكانت هناك مرج الزهور، في مرج الزهور نعم. فكان هناك نقلة كبيرة للحركة، يمكن الانتفاضة نقلت الحركة إلى الجماهيرية، وبإنشاء كتاب القسام في 89 بدأت حركات المقاومة يعني أو العمل المقاوم في المواجهة لقوات الاحتلال كان اتسعت أكثر، طرد أو إبعاد هذا العدد الكبير من قيادات الحركة، القيادات الاجتماعية والسياسية والتعليمية والأطباء والنقابات، وهذا يعني عدد. ماذا تتذكر من هذا الإبعاد ومن مرج الزهور تحديدا؟ لا في كثير، لأنه هذا يعني شو المشهد في مرج المشهد الزهور الأبرز. الناس تعرفوا عليكم، يعني أنا بعتقد اللبنانيين تعرفوا عليكم في مرج الزهور، ليس فقط اللبنانيين، العالم كله صحيح. بدأ ينظر أنه في هناك حركة اسمها حركة حماس، خرج منها هذا العدد من القيادات. يعني ماذا تتذكر من هذه البقعة اللي الناس راحوا كل التلفزيونات يروحوا لهونيك؟ هي الأبرز أنه لم يكن هناك فيه متاحا في أي لحظة من اللحظات التاريخية أن تجتمع قيادة القيادة في الخارج والقيادة في الضفة الغربية والقيادة في قطاع غزة على صعيد واحد إلا في مرج الزهور، فهذا كان الأبرز. فلأول مرة بيتعرف الناس على بعض، بدل ما كان الأول تليفونات ورسائل الآن أصبح معرفة وجه لوجه، خاصة لمن لم يكن من يعني مواطنا في الضفة الغربية وقطاع غزة في الخارج، كانت فرصة كبيرة أنه يصير في هذا التعارف وهذا الامتزاج. القضية الثانية، هذا الكل قدم نفسه للعالم بدور الضحية، دور المبعد عن بلده، فبالتالي هذه وصلت إلى أعلى المستويات، إلى مجلس الأمن وإلى الجامعة العربية صحيح. وإلى الصحافة العالمية كلها أصبحت متواجدة في هذا المكان. أيضا الحدث الأبرز أيضا أنه هذه أصبحت قرية صغيرة، 414 أو 16 إنسان موجودين يرفضوا أن التوزع كما كانت سنة الإبعاد في ذلك الوقت، أول ما يبعد الإنسان يستوعب في الخارج وتنتهي القصة. هؤلاء أول قرية من المبعدين صحيح. تنشأ على حدود لبنان، ويرفضوا الخروج من هذه القرية ويجلسوا على الثلج، وبدأت المساعدات تأتي والخيام وإلى ذلك إليهم، لم يذهبوا هم إلى البيوت وإلى الخيام، ولكن أتتهم كل هذه المسائل، وربطوا على جدار الوطن وعلى حدود الوطن حتى عادوا، وصمموا أن لا مكان لنا غير هذا المكان إلى العودة إلى مكان. وفعلا إصرارهم بعد عام واحد
قرارات مجلس الأمن، الضغط العالمي اللي أجعل العدو الصهيوني في هذا ضغط هائل، وبالتالي عاد كل هؤلاء إلى قراهم وإلى مدنهم. البعض طبعا دخل السجن، يعني من مرج ظهور إلى السجن، لكن الكثير منهم ذهب إلى قراه. إلى أنت لوين رحت يمكن بعد مرج الظهور؟ أنا جئتهم في الأسبوع الأول في مرج الظهور، كنت في أمريكا. نعم. ورجعت أيضا إلى أمريكا في هذا. رجعت إلى أمريكا. أيضا من آثار من بحادثة مرج الظهور، تم اضطرارنا إلى أن يكون هناك في مكتب سياسي، لأنه أصبح هناك في لقاءات رسمية لابد أن تكون في مسميات وفي إعلان وفي ما إلى إعلام وفي إعلان عن هذه المسميات، فقررنا أن يكون هناك مكتب لكن سياسي. مكتب سياسي هو وليدة مرج الظهور، هو أحد نتائج وجود مرج الظهور في تلك الفترة. في كان لقاء مع الله يرحمه الأخ ياسر عرفات في تونس، وبالتالي حب يعرف من الذي سيلتقي به وما هو مستواه وما هو مسماه. فحينئذ تم تشكيل المكتب السياسي وإعلان للملأ، علشان على الأقل اللقاء اللي كان اللقاء الأول. أنت أبعدت في 95-99، أعطيك أنا ما برأيي أنا أو ما قيل عن إبعادك في 99. هلأ أتخبرنا القصة عندما بنفس الطائرة أبعدوك وأقلوا لك لن تدخل الأردن، بس أنا أريد يعني قصة 95 كيف أبعد؟ هي 95 صار هناك فيه، يعني جلست سنتين تقريبا في الأردن. نعم. لكن هذه قصة الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني كثير الترحال، ولذلك يعني في الأردن قمنا ما يقارب سنتين، تصاعد العمل العسكري في بشكل كبير، وخاصة العمليات اللي صارت في القدس فيها خطف جنود وقتل بعض الضباط، فصار هناك في ضغوط شديدة على الأردن من قبل، لأنه كان في أوسلو، كان في السلطة الفلسطينية بدأت تتكون وبدأت تأثر بليغ بالعمليات التي كانت في ذلك الوقت، فأصبح هناك في ضغط مزدوج على الأردن من قبل الكيان الصهيوني ومن قبل إخواننا في السلطة الفلسطينية على وجودي في الأردن، فتم قرار إبعادي. أنت 99 يعني كما قرأت كنتم في زيارة إلى طهران مع خالد مشعل وإبراهيم هوشة، وعندما كنتم تريدون أن تعودوا إلى الأردن أبعدوكم وأنت رجعت بنفس الطائرة. هو صار قرار بإلقاء القبض على، بس كانوا عارفين أنه أنكم مش موجودين في الأردن. في طهران. هذا صحيح. لم يكن. وهناك صار في قرار أيضا، الحركة قررت بأن نعود إلى الأردن بغض النظر عن النتائج. فعدنا إلى الأردن جميعنا، لكن في 99 هذا. نعم. في 99. فطبعا لا تستطيع الشرطة أن تمنع دخول أحد يحمل الجواز والجنسية الأردنية، وبالتالي دخل إخواني إلى إبراهيم هوشة وخالد لكنهم إلى السجن. نعم. دخلوا مكاتب حماس. لا، كل المكاتب أقفلت. نعم. بس أنت رجعت بالطائرة. أنا أبعدت. نعم. أنا أبعدت بعد. مين إجا قال لك بالطائرة بترجع من الطائرة؟ أنا يعني شغلي يعني اللحظة مش سهلة إنه الواحد يكون عامل سفر من مكان إلى مكان ثم يقول لا لن يعني تنزل من الطائرة ستعود. نعم صحيح، الطائرة في لها وقت اللي يعني تقعد في المطار من ساعة إلى ساعتين. احنا حينما قدمنا جوازات سفرنا، انا معي وثيقه سفر مصريه، فحينما قدمنا وثائق السفر الى الجوازات تم ادخالنا كلنا الى غرفه مجاوره، فصلنا انا واخواني عن اخواني، انا في جانب واخواني الاخرين في جانب اخر، ثم اقتيد اعضاء المكتب السياسي الى السجن في الأردن، وأنا أرجعوني قبل أن تغادر الطائرة بدقائق إلى الطائرة المتجهة إلى دبي، ومنها ذهبت إلى سوريا. ومنها ذهبت إلى سوريا. لماذا؟ هل لأنه كان عندكم علاقة مع الإخوان المسلمين
في الأردن واتهموكم أنكم يعني تقومون بعملية ما، هل بسبب اتفاق وادي عربة؟ هل بسبب تفجيرات ما أو عمليات عسكرية كانت ضد مصلحة الدولة الأردنية ومنظمة أو السلطة الفلسطينية؟ قد يكون كل ذلك. متى بدأت العلاقة مع إيران وكيف تم يعني الاتصال بإيران؟ لا، هو إيران بادرت ب هي فتح العلاقة. نعم، إيران توجهها تجاه القضية الفلسطينية كان توجه ممتاز، موقفها السياسي من القضية الفلسطينية كان سقفه هو الأعلى بين دول العالم للحق والحقيقة، لكننا لم نسارع إلى علاقات مباشرة مع الجمهورية الإسلامية. صار هناك في لقاءات غير معلنة لفتح هذه العلاقات. متى بدأت؟ أعتقد بدأت في أواخر الثمانينات، 88 89 أول لقاء كان، وكان هذا اللقاء سري، لكن بداية العمليات العسكرية أجلنا هذا اللقاء، أجلنا يعني فتح العلاقة الرسمية، إلى أنه صار في دعوة لاحتفالية في للانتفاضة في طهران، وذهب وفد عالي من الحركة وتم إنشاء المكتب وبداية تكوين الفصائل الفلسطينية العشرة، أو الفكرة بدأت من هناك، وفي تلك اللحظة تم فتح مكتب للحركة في إيران. طيب. دكتور موسى أبو مرزوق، تقول في علاقة مع إيران وفتحنا الاتصال مع إيران في تلك الفترة، هل كنتم يعني تلتقون من في إيران؟ ماذا يحصل في الاجتماعات؟ هل كانوا يطلبون أشياء معينة أم كان هناك يعني أنه نحن ندعمكم طالما أنتم تسيرون في مسار المقاومة العسكرية والسياسية؟ للحق والحقيقة طوال علاقتنا مع الجمهورية الإسلامية لم يطلب منا طلبا واحدا لا سياسي ولا عسكري حتى بأي اتجاه، ولا في مرحلة من المراحل تم الطلب منا فعل شيء أو لا نفعل شيء أو نفعل شيء، إلا أنه في أحيانا كان هناك في بعض التوجهات اللي كان مواقفهم تختلف عن مواقفنا فيها ويعربوا فيها يعني عن عدم رضا. مثل على سبيل المثال حينما دخلنا في انتخابات 2006 صار هناك خلاف حول دخولنا في هذه الانتخابات، كانوا لا يريدون أن تدخلوا الانتخابات، كان نصائحهم أن لا ندخل في انتخابات 2006 ولأسباب أعتقد بأنه كان يشاركهم فيها عدد لا بأس به من الحركة أيضا، لأنه كانت أسباب موضوعية كان من وجهة نظرهم، لكن كان قرار الحركة الدخول في الانتخابات، هذا على سبيل المثال. يمكن اختلفنا مع بعض أيضا فيما يتعلق بالموقف من الأحداث في سوريا، أيضا كان هناك خلاف وافتراق في الموقف السياسي. من الغريب من الأمر أنه أكثر السياسيين الفلسطينيين التي يعني نلتقيها قضت سنوات في السجن الإسرائيلي، أنت يعني أوريجينال قضيت 22 شهر في السجن في الولايات المتحدة الأمريكية، ماذا تتذكر من هذا السجن؟ كيف كان يومك؟ كنت في انفرادية على ما أعتقد في زنزانة، يعني أقصى لحظة هو في أقصى لحظة في هي الاعتقال في بداياته، الاعتقال في المطار حينما وضعت الكلبشات ولا شو اسمها هذه؟ الكلبشات. بالشامية. السلاسل يعني للإيدين. هيك كنت أنت واصل على المطار ووضعوا السلاسل كإرهابي. وزوجتي وأولادي كانوا موجودين، يعني تقابلنا في نفس اللحظة في وهم في طريق الخروج من المطار وأنا في طريقي إلى السجن، يمكن كانت هذه أقصى اللحظات لتوديع الأطفال وزوجتي في سريبكو. هو فوجئوا طبعا لكن لا أعرف ما هو موقفهم، كانوا صغار يعني أكبرهم كان لسه في الأولى ثانوي وأصغرهم كانت لسه في يعني 4 سنوات أو 5 سنوات اللي هي ربا. فبلا شك إنه كانت هذه أصعب لحظة في من اللحظات اللي
اللي كان فيها السجن. أنا قررت منذ الشهر الأول أنه الاستغناء عن كل ما يستغنى عنه بما فيه الخروج ساعة الرياضة أو التشمس للمساجين. ليه؟ استغنيت حتى لا أتعرض للتفتيش، التفتيش المهين اللي موجود في السجون الأمريكية. لكن أكثر ما الصورة أيضا اللي تبدلت، يمكن تكلمت عن مرحلة 67 والمفارقة ما بين يعني النقلة هذه في حياة أمة بأكاملها. أيضا أنا كان عندي صورة عن العدالة الأمريكية، صورة وردية وصورة جيدة عن العدالة الأمريكية. يمكن انكسرت هذه الصورة 100%، لأنه وجدت حجم الظلم في القضاء الأمريكي اللي هذا الذي فوجئت. بعد نحكي عن القضاء، ولكن في السجن هل عذبت؟ لا لم يكن هناك عذاب، يعني لكن كونك في زنزانة 22 شهر لا ترين أحدا، لا تتكلم مع أحد، ولا تتكلمي مع أحد، والأكل يدخل من طاقة عبارة عن 20 سنتي في 30 سنتي يدخل صحن الأكل يعني. والزنزانة قديش تذكر قديش كبرى يعني؟ أظن كان ممكن يكون في سرير 150 في مترين. نعم. 150 في مترين ونص تقريبا، وفيها كل شيء في النهاية، فيها سرير الحديد المثبت بالأرض والمرحاض وفقط. كتب كان بإمكانك أن تقرأ كتب أو تكتب؟ معظمها أنا لم أكن أكتب شيء إلا الرسائل، لكن كان يصلني رسائل بشكل مستمر، مئات الرسائل. يمكن في الأسبوع كان يصل ما يقارب 500 إلى 600 رسالة. كان يمكنك استلامها وتعرف ماذا يحصل في الخارج؟ أي نعم. من الرسائل أو من الأخبار أو من الجرائد كانت موجودة والكتب، لكن غير ذلك لم يكن هناك أي حاجة موجودة أخرى غير ذلك. لماذا قلت القضاء الأمريكي يعني تعتقد أنه لم يكن عادلا معك؟ لا، معي كان في، لأنه من اللحظة الأولى أصلا أنا اعتقلت ظلما، وسير العدالة لم يكن يعني، رفضوا مجرد مناقشة أو إجراء محاكمة لي بأي لحظة من اللحظات، مجرد اعتقال والطلب من إسرائيل أن تقدم لي طلب استخدام extradition لإسرائيل، ثم تأجيل، فالتأجيل حتى يأتي هذا الطلب، ثم بعد ذلك الطلب هذا يقابل بدون محاكمة، بدون محاكمة أو مساءلة أو أي شيء بالقبول، ثم في الاستئناف أيضا رفض الاستئناف، ثم سحبت القضية وطلبت العودة لإسرائيل، فعادت إسرائيل ورفضت طلب الاستخدام وألغت هذا الطلب، مما اضطرت السلطات الأمريكية. أفضل يبقى في الولايات المتحدة وأن لا يأتي إلينا إلى إسرائيل. يعني كانوا يظنوا أنه أنا حبقى في السجون الأمريكية في استئناف لاستئناف حتى يعني عشرات السنين. شو القضية الأساسية كانت لاعتقالك؟ هو extradition case، يعني قضية استخدام أو استلام أو تبادل مجرمين، يعني أي. أنت كنت مطلوب في إسرائيل في وقتها لعملية؟ لا، لم أكن مطلوبا لا في إسرائيل ولا في الولايات المتحدة، ولكن بعد الاعتقال قرروا عند دخولي الولايات المتحدة أنه يحجزوني على قضية هجرة، فلم يجدوا هناك قضية هجرة، فطلبوا من إسرائيل أنه عملي قضية، فتنازلت عن الجرين كارد اللي كان معي أو الإقامة الدائمة، وتم كتابة اتفاقية مع الإدارة الأمريكية بأن لا أدخل الولايات المتحدة أو أمر من أجوائها. أو كيف يعني لا تمر من أجواء؟ يعني إذا كان يعني إذا الطائرة من يجب أن تمر بأجواء الأمريكية وتذهب إلى المكسيك، شو بتعمل؟ كيف تفعل؟ من المكسيك إلى كندا ممنوع عبر الأجواء الأمريكية، لا تستطيع أن تطلع من. لا أستطيع. وبعدين ممنوع إنه أولادي يرفعوا قضية على الولايات المتحدة بالتعويض أو بأي شيء بسبب السجن الظالم هذا اللي صار. لكن هو مشاهدي في السجن هي اللي خلتني أتكلم عن الظلم الأمريكي. كان سجن طويل عريض لا يوجد به إلا الملونين، وهذا شيء عجيب. كان في 1360 تقريبا سجين كلهم من الملونين، يعني إلا واحد أظن كان أبيض. اليوم الأخير في دمشق متى كان ولماذا تركت ومن رأيت؟ يعني احنا انا
في اليوم الأخير ما كنتش خارج على ألا أعود، يعني كنت كان في قرار بأنه نخرج وأنه يبقى هناك بعض الإخوة الممثلين في الحركة وأحد القياديين موجودين، كان في قرار بالخروج، لكن أنا كان في زيارة لمصر وخرجت في 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 بدايات 2012 في يناير 2012 من سوريا، ثم يعني قررت أن لا أعود. أما المسؤولين السوريين في الواقع لآخر لحظة كانت الاتصالات، سواء كان بالمعلم أو بالأجهزة الأمنية، كان لآخر لحظة هناك في اتصالات، والاتصالات في غالبها يعني كانت تدور حول قضايا لها علاقة بصورة أو بأخرى بالإشكال الداخلي في سوريا، ويمكن هي الاتصالات هذه أحد النهايات اللي كان فيها قرار الخروج. تعرف في اتهامات كثير على حماس بالنسبة لمصر، بس أنا بدي حادثة معينة. يقال أنك التقيت الرئيس محمد مرسي، أو أعلن أنك التقيت الرئيس محمد مرسي في بداية شهر يونيو، وكان المصريين عم بيحضروا في 30 يونيو المظاهرات ضد حكم الأخوان. اعتبروا أن هذا يعني دعم من حركة حماس لنظام الأخوان المسلمين. ماذا دار من حديث بينك وبين الرئيس محمد مرسي في بداية شهر حزيران؟ كان في اجتماع للمكتب السياسي هنا في القاهرة، وصار في لقاء مع الرئيس في قصر الاتحادية، وكان معظم الحديث حول يعني الوحدة الوطنية وانتمام المصالحة، ويعني كان كل الحديث هذا هو عنوانه الأساسي عن فلسطين، عنوانه كلهيته هو الهم الذي مصر ترعاه باستمرار، هو الهم الفلسطيني والحديث عن هذا الموضوع. وطبعا حدث أنه موجود فريق في مصر كامل بما فيه كان وزير الخارجية ووزير المخابرات ومدير لم تطرقوا إلى قضايا مصرية؟ لا، كان هناك فقط تطمينات عن الوضع في مصر بأنه وضع طبيعي وأنه ما فيش أي يعني. أين كنت في 30 يونيو عندما يعني كنت هنا في القاهرة؟ شو شعرت؟ كنت عم تتفرج على شاشة التلفزيون، ماذا يحصل؟ ماذا شعرت؟ لا، هو بلا شك أنه حجم الغضب كان حجم لا بأس به كبير، حجم الغضب، لكن كنت أتوقع بأنه معظم المطالب التي كانت مطروحة من الممكن أن يستجاب إليها. كيف يعني أبلغت بأن أنت ممكن أن تبقى في مصر رغم كل ما يحصل يعني من إعلام ضد حركة حماس هنا؟ يعني هذا موضوع بلا شك انه لعدم اذا كان غير مرغوب فيها هم يملكوا الجرأة الواضحة بانه يقول لك يعني انت غير مرغوب فيك وعليك ان تغادر مصر. لكن لا، انا شفت اكثر من مسؤول وكان المسألة لا بالعكس، حتى ازعاجي من وانزعاجي من حجم الدعاية الكبيرة ضد الحركة، الدعاية مغرضة، وتم تلاوة 39 اسم يقول أنه من حماس، منهم شهداء على سبيل المثال، شهداء من فترة، ومنهم معتقلين من أكثر من حوالي تقريبا 17 سنة موجودين في السجون الإسرائيلية، ومنهم من لم يدخل الأراضي المصرية في حياته ولو لمرة واحدة، ومنهم من دخل للعمرة أو كذا، فكلهم موجودين بأنهم هؤلاء اقتحموا السجن. مش عارف أنا كيف الشهيد اقتحم السجن وكيف المحبوس في داخل إسرائيل يعني كلام كلهيته، أي كلام زعل الرأي المصريين، أي كلام يدفع بقضايا من هذا النوع إلى محاكمات. ليه؟ الحقيقة هذا السؤال يجب أنه التاريخ وحده سيفسر كل هذه التفسيرات الظالمة في حق حماس.
شكرا لوجودك معنا ببرنامج المشهد، شكرا للمشاهدين لوفاء، وإلى اللقاء الأسبوع المقبل.